اللي هو موضوع نهائي 1410. كان سامي الجابر ما قبل المباراه الفارق ما بينه وبين الكابتن ماجد عبد الله 3 اهداف، وسجل سامي الجابر في تلك المباراه 6 اهداف. طيب ليش ما سجل 4 طالما انه بس بحقق هداف الدوري؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه، سامي الجابر خلف فهد المصيبيح، خلف يوسف الثنيان بجانبه على اليسار صفوق التمياط، يعني وبعد كذا يعني تستكثر عليه انه يسجل. النقطه الاهم عشان نؤكد ثقافه الضجيج اللي نتحدث عنها، في 1410 سامي سجل 6، 1409 ماجد عبد الله سجل في الروضه 5 اهداف. ليش ما حد قال انه ماجد عبد الله طيب دعم في هذا الموضوع؟ ليش ما حد شكك في هذا الموضوع؟ هنا النقطه. لماذا؟ شوف هنا اعلام الهلال يبين، يعني اعلام الهلال ما تحدث لما ماجد سجل 5 اهداف في الروضه وكان هداف الدوري في تلك الموسم في 409، ولكن عندما سجل سامي اللي حسبوا حسابه انه بيغطي على ماجد وكانت حسبتهم صحيحه، يعني شفنا فيما بعد سامي الجابر 3 اهداف في كاس العالم، ماجد عبد الله 0 مكعب اهداف في كاس العالم. فالاعلام النصراوي كان عنده نظره في موضوع انه سامي الجابر، فحاولوا يحاربونه من بداياته بموضوع الفيلم الهندي، بموضوع القصص، يعني دائما النصراويين عندهم مشكلة.